برجع على حيك المشاهدين تلفزيون جديد وين ما كنتوا عم بتتابعونا بهيدي الفقره. رح تكون معي دكتور حنين كساب يلي هي حاصله على PhD بالبيولوجي، هي CMC ليدر ب STC بيولوجيكس مباشره من بوسطن. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك نور. دكتور حنين، اليوم نحن مش بس بلبنان، خليني أقول بكل أنحاء العالم بلشت تتغير النظرة أولا لكورونا، ثانيا لكل المتحورات يلي شفناهن من بعد كورونا، ولكن منضل نطرح على نفسنا السؤال طالما أنه أقل من نص، خليني أقول من نص 50% من الكرة الأرضية ما قبلين ياخد الطعم، وبالتالي يمكن كل الأدوية المتفرعة لكورونا يمكن كمان لن يقبل فيها. هل نحن فينا نقول انه هذا الطعم في عليه علامة استفهام؟ هل نحن بحق لنا كناس مش متعاطين لا بيولوجي ولا دارسين طب ولا فينا ناخذ قرار، نحن بس عم نتفرج على الموضوع من بعيد، فينا نطرح علامة استفهام ونقول نحن هل بدنا نسلم حالنا حكما لهيدا الطعم؟ لكن هو كل شيء جديد دائما بخوف. الفكره انه لازم اذا بدك يصير في بالاعلام حكي اكثر عن الكوفيد، كيف طلع هذا الفاكسان، كيف العلماء توصلوا لمرحله يقولوا اوكي ناو اتس سيف تيصير بين ايدين الناس. بس العالم تصير مطلعة أكثر على هيدي المعلومات ويعرفوا أنه مش بيوم ويومين نحن اليوم وصلنا لهيدي المرحلة، بيصير في ثقة أكثر وبيصير العالم تتشجع أكثر تقدر تاخذ الفاكسين. هلأ لأنه جديد وفي بانداميك وذن وان يير طلع الفاكسان وعادة بياخذ وقت كتير أطول، سو في علامات استفهام لأنه ما في معرفة كيف صارت الأمور وكيف الفاكسان أخذ الإمرجنسي يوز أوتوريزيشن وبعدين رجع أخذ الـ FDA approval. أوكي، بس خليني أقول دكتور حنين أنه حضرتك من الأشخاص أو من التيم يلي بيكون مسؤول عن المراحل يلي بيمرق فيها الدواء أو الفاكسان لحين الخبرات يلي بيخضعوا للبشر، صحيح؟ يعني لوقت ما ينعمل عليه تيست على الناس. مزبوط، انا بشتغل اكثر شيء بالبيولوجيكس، اكثر شيء نحن بنشتغل على دواء اكشن الكانسر. اوكي، من وقت ما تبلش الايديا لحديت الفيز 1 يلي هي الفيرست ان هيومن. اوكي، بعرف تقريبا كل المراحل لحديت ما يوصل الدواء للناس. اوكي، طيب دكتور حنين، نحن اليوم رح نخصص هيدي الحلقه عن الفاكسان ورح نخصص هيدي الحلقه كمان عن الدواء الجديد، لانه اول حبه دواء تعالج من الاصابه بكوفيد 19 اطلقتها فايزر وحصلت على اذن الاستخدام من اداره الغذاء والدواء، الدواء اسمه باكسلوفيد اذا ماني مغلطه. باكسلوفيد، لا مزبوط باكسلوفيد. اوكي، هيدا الدواء يعني حضرتك رح تشرحي لنا شوي اكثر بشكل تفصيلي عن هيدا الدواء، ورح احكي كمان عن الفاكسان. يعني اليوم اذا بدي بلش شوي بالفاكسان، عندنا خليني اقول الفاكسان يلي هو الامريكي مقابل الفاكسان يلي هو استرازينيكا، اليوم شو اللي بيميزهم عن بعضهم؟ يعني عندي موديرنا، عندي فايزر، عندي استرازينيكا، اذا ما بدي فوت بجونسون اند جونسون. اوكي، كل الفاكسان اللي موجودين هلا عندهم نفس التارجت، يعني اخر شيء بدهم يوصلونا نعمل اميون ريسبونس اجينست بروتين موجوده على غلاف هيدا الفيروس من برا، سو كلهم نفس التارجت، انما الكارير اذا بدك طريقه الدليفر تبع هيدا المسج على جسم الانسان مختلفه شوي. اوكي، موديرنا وفايزر اشتغلوا على نيو تكنولوجي اللي هي المسنجر ار ان اي، استرازينيكا وجونسون اند جونسون اشتغلوا على الفيرال فيكتور بيسز. اوكي، طيب تفضلي. اثنيناتهم نيو تكنولوجيز تقريبا، مشان هيك نحن قدرنا نشوفهم بوقت اسرع بكثير. يعني انا هيدا اللي بدي اسالك يا دكتور، يعني حضرتك لانه بتشتغلي بهيدا الموضوع، لانه بتعرفي قد ايه بده وقت الدواء ليطلع ولينعمل عليه ابحاث وينعمل عليه دراسات، كل اسئلتنا اليوم انه كيف نحن بسنه قدرنا نطلع فاكسان ل عندنا فيروس ما عمره اكثر من سنتين، يعني الفيروس جديد والفاكسان جديد. الفيروس منه كتير جديد، الفيروس بينتمي لفصيل نحن اوريدي من الفيروسات اللي اوريدي بنعرفهم، في اوريدي طلع سارس بال 2002، في بيرجع اذا بدك الميرس اللي هي بال 2012 اللي كانت اكثر شيء بالدوله السعوديه العربيه، سو الفيروس لا نحن بنعرف كتير عنه، هيدا
سموه سارس كوفيد 2 لأنه أكيد مختلف، بس منه جديد أنه نحن ما بنعرف السيكونس أور ما بنعرف كيف بيفوت على جسم الإنسان. So we have a good knowledge about it. Okay. بالنسبة للفاكسين تكنولوجي جديدة، بس إذا بديك نحن يعني العلماء قالون 10 سنين بيشتغلوا عليها. Okay. وهيدي أول، بما أنه هيدي أول مرة نحن منواجه pandemic، so إجت إذا بديك الفرصة to apply this technology، لأنه إذا بدنا نرجع نستعمل الطريقة اللي نحن متعودين عليها هياخد الفاكسين وقت كتير أطول. اللي بدي أقوله أنه وقت أطول مش وقت أقصر هيدا المرة، مش معناتها أنه نعمل بطريقة عشوائية أو ما كان في الدائرة enough أنه prove safety و prove efficacy، وفينا رح نحكي عنهم أكتر. Basically البروسس هو ذاته عن أي فاكسين قطع بالمراحل القديمة أو بالسنين القديمة، الفرق طريقة تصنيعه لأنه استعملنا تكنولوجيا جديدة خلتنا actually يصير بين إيدين الناس أسرع. أوكي، إذا بدي أروح على الدواء لتخبرينا عنه أكثر، يعني حبة الدواء هيدي هل بتغنيني أنا عن الدخول إلى المستشفى، أو هل هي اليوم بتعالجني من كورونا، أو شو هي؟ أوكي، هيدي انتي فايرال بيل أخذ الإمرجنسي. في على كل حال مجموعة صور، ما قصدي أقاطعك دكتور، بس في مجموعة صور ما بعرف إذا بتحب إنه نبلش نحكي فيهم لنشوف كيف المراحل اللي مرق فيها هيدا الدواء وصولا لليوم. أكيد أكيد. أول شيء إذا بدك خلينا نبلش بس نقول كيف الكوفيد بيفوت على خلايا جسم الإنسان، لأنه هذا الشيء بيسهل نقول كيف هيدا الحبة اللي طلعتها فايزر رح تساعد ورح توقف الفيرال إنفكشن. So الكورونا فيروس basically بيستعمل عدة أو بحاجة لبروتينز تا يقدر يفوت على خلايا جسم الإنسان. أول بروتين يلي هي كي بروتين، السبايك بروتين، موجودة على الغلاف من برا. بتتعرف على الACE2 ريسبتور يلي هو بروتين موجودة بخلايانا، بعض الخلايا الموجودة بالجهاز التنفس مثل خلايا الأنف، الحنجرة، الرواية. بس يصير هيدا التعارف أو الاتاشمنت، إذا بدك هيدي بطاقة الدخول على لخلية الإنسان. مجرد ما يفوت أول شيء بيعمله بيسرق البروتين سينتسيس ماشينري يلي نحن عادة خلايانا بتستعملها تنعمل بروتين نحن بحاجة لها for normal functioning. هو بيسرقها وبيبلش يعمل بروتين هو رح يستعملها تيتكاتر ويقدر يروح ويعدي خلايا أخرى. أول بروتين من أحد أهم البروتين، بروتين اسمه RNA dependent RNA polymerase. في إذا بدك سيكونس من الأحداث اللي لازم تصير تا هالبروتين الفيرال بروتين تنعمل. وهون بيجي دور الباكسلوفيد. إذا بدنا نطلع على الصورة على مالة اليمين، هيدا السيكونس إذا في فيرال بروتياز بحاجة الفيروس لألها تيعمل RNA dependent RNA polymerase. الباكسلوفيد هو كناية عن دوايين. أول دواء يلي اسمه نورماتلوفير يلي هو ريل الدواء الجديد، هذا الدواء بيعمل مثل بلوك لهيدا البروتين. So RNA dependent RNA polymerase ما بتتكون ما بتصير، so الفيروس ما بيقدر يتكاثر. الدواء الثاني يلي هو ريتانوفير، هذا الدواء منه جديد. ريتانوفير is usually بنعطى مع نوع من الأدوية يلي هي البروتياز إنهيبيتر تترك مستوى النورماتلوفير عالية بقلب جسمنا. أوكي. نحن بعدنا بأول صورة. نحن بعدنا بأول صورة، أنا اللي قلت لهم يقربوا. أوكي. ما بيأثر. فإذا نحن بعدنا بهيدي الصورة اللي حضرتك عم تشرحينها. مظبوط. سو أنا بعدنا بالباكسلوفيد أجين، إني كناية عن دوايان نورماتلوفير وريتانوفير. نورماتلوفير بتوقف إذا بدك تعمل بلوك لبروتين فيرال بروتياز، سو البروتين المسؤولة عن أو بتساعد لهالفيروس تيتكاثر تعمل له بلوك، سو ما بيتكاثر. وريتانوفير هو بس مسؤول إنه يترك مسؤول إنه يخلي النورماتلوفير ليفل بقلب السيلز عالية، لأنه هذا النوع من الأدوية جسمنا قادر يفككه بسرعة. طيب هيدا الدواء أنا اليوم إذا بده يعطيني أقوى فعالية وأقوى نتيجة، هل أنا مفروض إني بلش أخده بمجرد ما أعرف إنه أنا بوزيتيف أو إنه أنا أصبت بكورونا؟ وهل هو بيزبط على كل المتحورات اللي عم نشوفها؟ يعني ما بين دلتا أوميكرون وغيرها؟
مزبوط. سو اول شيء تتكوني قادره او تعطوكي هذا الدواء لازم يكون السيمبتومز لهم عندك مش اكثر من 5 ايام. سو اقل من 3 او اقل من 5 ايام تاخذيه. بس هلا لانه في اذا بدك ما في انتاج كثير لهذا الدواء بعده انه طالع، الناس المخولين يقدروا ياخذوا هذا الدواء بدهم يكونوا عندهم ريسك فاكتور. ريسك فاكتور معناتها تكون حالتهم الصحيه ممكن تسوء، يعني تروح لدرجة أسوأ إذا ما تعالجوا بسرعة. ممكن يكون عندهم ديابيريز، كبار بالعمر، كارديوفاسكولار ديزيز. لازم طالما عندهم هذا الريسك فاكتور وما وصلوا لمرحلة دغري يفوتوا على المستشفى أو بحاجة للأكسجين بيقدروا ياخذوا هذا الدواء. طيب اليوم أنا دكتور ما بين الفاكسان وما بين دواء جديد كمان يعتبر جديد، من بعد نحن كذا سنة أوقات تسحب الأدوية من الاستخدام والاستعمال باعتبار أنه لقينا أنه ممكن يسببوا سرطان أو ممكن يكون عندهم عوامل جانبية سيئة على الإنسان. اليوم نحن ممكن أنه نوصل لوقت نقول أنه والله كان في شيء سيء انعطى لكل هالعالم؟ أوكي. خليني هون أحكي شوي عن مراحل تطوير الدواء. يعني قبل ما يوصل الدواء لإيدين الناس مثل ما قلت بيقطع بمراحل كتير طويلة وتحت مراقبة كتير قوية إذا بدك. بيزيكلي أول ما يبلش الدواء بتكون هي بيبلشوا يعملوا سكرينينج لكذا ألف الكامباوندز يلي هني مفكر يلي أكيد عنا أسباب كافية بتفكرنا أنه رح يكون هيدا تريتمنت للديزيز اللي نحن عم نشتغل عليها. بيطلعوا على الافيكاسي، بيطلعوا على او بعدنا نحن هون تجارب باللاب بعد ما وصلنا للناس ابدا. بيطلعوا على مثل بيعملوا مثل سيل بيست اسيز، بيطلعوا اذا ممكن يكون في خطر. وبنفس الوقت ببلشوا يعملوا ريسك اسسمنت لل or manufacturability assessment. يعني نحن بنعرف انه هذا الدواء بالنهايه بدنا نحاول نوصله لاكثر عدد من الناس، ومفروض يكون بدنا نصنعه على سكيل كتير كبير. سو رح يكون في عرائيل، ما رح يكون في عرائيل. على هذا الاساس ببلشوا يشيلوا من الكومباوندز اللي اوريدي بلشوا يعملوا تست له. اذا بدكم بنشوف صوره سوا يلي هو الثالث صوره حطيناها بس okay. ثالث وحدة. بهذا الوقت أنا سؤالي إليك دكتور إنه اليوم بلشنا نعطي هالفاكسان للولاد يلي هن دون 18 سنة وبلشوا بأمريكا لدون 12 سنة. يعني هيدا الشيء ما بعرف، في كتير أهل مرعوبة، في كتير أهل خايفة، في كتير أهل عم تطرح أسئلة إنه أنا فيني حول ولادي لحق التجارب وحق الاختبار. خليني جاوبك على السؤال مريات، بس يعني دقيقة تكفي قصة مراحل الدواء. العالم ما تخاف وتفكر إنه الفاكسين جديد. تفضل. مثل ما قبل ما يوصل على ايد الناس بيكون في مراحل التطوير قبل ما يبلشوا الكلينيكال ترايلز اللي هن ثلاثه فيز بيثبتوا فيه السيفتي وقديش الدوز رح تكون واذا صار في سايد افكت. كمان بيعملوا قبل منا انيمال ستاديز يلي هي بس تاكدوا حتى انه على هول المتطوعين اللي شاركوا بهيدا الستدي هل رح يكون في ميجر هارم لهم، رح يصير في حالات وفاه. سو قبل ما تصير اول هيومن أول تجربة على البشر مزبوط. أول مرة بيكون في بيقدموا أبليكيشن طويلة عريضة للإف دي إيه اللي هي الإي إن دي، وبيكون عندهم كل الداتا يلي بتخولهم إنه يجربوا هذا الدواء على البشر، وبيكونوا أكيد التجربة على عدد كتير قليل. يعني فيز 1 يوجوالي أقل من 100 شخص. إذا كانت الداتا إناف وسفيشنت الإف دي إيه بتقولهم أوكي جو هاد وبلشوا، إذا لا بتحطهم تحت كلينيكال هولد. بالفيس 2 بالفيس 3 نحن بنصير عم نحكي، وخاصه بالامرجنسي يوز اوثورايزيشن من 2000 ل مثلا بفايزر عملوا التجارب على 40,000 شخص. بيطلعوا بهيدا المراحل شو كانوا الكومن سايد افكتس، شو كانوا شو الدوز اللي المفروض يعطوه، على قد ايه مثلا اذا بحاجه لبوستر قديش المرحله الزمنيه بين اول دوز وثاني دوز. هولي كلهم بقلب التريت الثلاثه فيز
قبل ما يوصل الفاكسان لإيدين الناس. وبهذا الوقت أكيد بيكون عندهم بروسس تيصنعوا الفاكسان بيكون كتير سيف، وبيكون الـ FDA عملت انسبكشن يعني لكل الديتيلز، بتكون عم بتتابع كل التفاصيل. وبفتكر أصلا كمان نحن بحالة طوارئ، يعني الفيروس انتشر كتير بسرعة، صار فيروس عالمي، ما بقى فيني أقول أنه أنا محمية منه، وبالتالي لما كل العالم يتعرض لهذا الفيروس مفروض يكون في خطة طوارئ تحمي العالم، تحميلهم حياتهم، تحميهم من أنه يتعرضوا لهذا الفيروس وما يقدروا يزمتوا منه يعني. بالمية مية، ومشان هيك في فرق بال emergency use authorization والفول approval. الemergency use authorization يلي نعطى دغري للفاكسين الفايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون، وهلا أخذوا الفول approval الموديرنا وفايزر. so basically الemergency use authorization مش معناتها هو أسرع، بس فعلا data package almost the same. الفرق انه بيراقبوا الناس بالفول ابروفل بس على مرحلة اطول، يعني شهرين الامرجنسي يوز اوتوريزيشن versus almost 6 months بحالة الفول FDA approval. قبل ما نختم، نظرا لضيق الوقت دكتور، بس كنت سألتك سؤال بخصوص الاولاد يلي هن دون 18 ودون 12 يلي عم نعطيهم اليوم الفاكسان، شو ما كانت ماركته للفاكسان؟ مزبوط. سو ست ماريات، كل شيء يعني ولا شيء بينعطى لإنسان إلا ما يكون في clinical trial انعملت وطلعوا إذا البنفيتس أهم أو outweigh الريسك. سو هلأ سمحوا بأنه يعطوا الفاكسان تبع فايزر للأطفال لأنه عملوا clinical trials وبيّنوا أنه الفاكسان ما سبب أي سايد أفكت ممكن تخوف أو ممكن تأذي هذا الطفل، وبالعكس البنفيتس تبعه كتير عالية بتحد من انتشار هيدا الطفل، انتشار هيدا الفيروس. شكرا لك دكتور حنين كساب، شكرا لكل هالمعلومات اللي اعطيتينا اياها. يعني نحن بعاد عن هيدا العالم، فاليوم عرفتينا 100% كيف بتمشي المراحل لنوصل ناخد ابروفل للدواء وليوصل انه يصير بمتناول ايدينا. يعطيكي الف عافيه، وما تواخذينا يمكن تركناك سهرانه لتكوني معنا اليوم في البرنامج الصباحي. تحيه لك، يعطيكي الف عافيه.